كان الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ورئيس البرلمان الجزائري عمار صعيداني قد أعد منذ نهاية عام 2019 رحيله النهائي من فرنسا، حيث لم يتمكن من تجديد تصريح إقامته. كما تمكن طاقم التحرير لدينا من الحصول على وثائق حصرية تثبت أن السياسي الجزائري قد تنازل على جميع عقاراته في فرنسا لأبنائه. تشير الوقائع التي بحوزتنا بالفعل إلى أن الرئيس السابق لجبهة التحرير الوطني جمع جميع أفراد عائلته في 1 ديسمبر 2019 لبيعهم جميع أسهمهم المملوكة في شركة العقارات العائلية أسي لوليفيي التي أنشأها في 27 يوليو لشراء العقارات الواقعة بين 9 و15 شارع فيكتور إيغو والتي تدار من قبل ابنته. لكن في عقاب الاضطرابات السياسية التي هزت الجزائر خلال عام 2019 اتخذ عمار صعيداني احتياطاته بالانسحاب من عائلة من خلال التنازل عن جميع حصته لأبنائه. وتكشف الوثائق التي تم الحصول عليها خلال تحقيقاتنا بوضوح عن ترتيب مالي جديد وضعته عائلة صعيداني منذ ديسمبر 2019. وهكذا باع عمار صعيداني جميع أسهمه في أسي لوفي لابنته سليمة صعيداني المولودة في 19 يونيو 1990 في باب الواد. وتم تنفيذ هذا البيع مقابل دفع يورو رمزي، وهذا يعني أن الرئيس السابق لجبهة التحرير الوطني أراد فقط الانفصال رمزيا عن شركة العائلية من أجل محو كل الأدلة التي تثبت تورطه في مكاسب جزائرية غير مشروعة في فرنسا. حتى الزوجة الراحلة لعمار صعيداني نعيمة المياسي التي توفيت في عام 2020 بعد مكوث طويل في المستشفى في باريس باعت جميع أسهمها في أسي لوفيلي لابنتها فيروز صعيداني المولودة في 1 ديسمبر 1995 في باب الواد بالجزائر العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أن أقارب آخرين من عائلة صعيداني انسحبوا من أسي لوفيلي لبيع حصصهم لإخوانهم أو أخواتهم. والدليل على ذلك أن هندة صعيداني من مواليد 17 أبريل 1982 في باب الواد باعت جميع أسهمها في العقار المملوك في نيو سيرسان لشقيقها عادل صعيداني المولود في 19 يناير 1988 في باب الواد أيضا. لذلك تم تحديد النظام الأساسي لأسي لوليفي بكامل في 1 ديسمبر 2019، ولم يعد يظهر عمار صعيداني في نظامه الأساسي من الآن فصاعدا. لم يعد هناك سوى بناته كنزة صعيداني التي تقيم رسميا في لندن، وسليمة صعيداني وفيروز صعيداني وسلمى صعيداني ومريم صعيداني والابن الوحيد لعمار صعيداني عادل. وعلى الرغم من إقامته في المغرب في صفة المستثمر كما تم الكشف عنها وشرحها سابقا من قبلنا، يواصل عمار صعيداني الوفاء بالتزاماته المالية والاقتصادية في فرنسا منذ أن كلف أفراد عائلته بمواصلة دفع آجال استحقاق الرهن العقاري المتعاقد عليه مع بنك كريدي دينور الفرنسي، وهو ما كان من الممكن تأكد منه خلال تحقيقاتنا من خلال الحصول على وثائق فرنسية حصرية ورسمية تتبع جميع الترتيبات المالية التي وضعتها عائلة صعيداني لإدارة العديد من العقارات في باريس. في الواقع للحصول على شقة كبيرة في نيو سيرسان تعاقد عمار صعيداني مع فرع بنك ريجينور بمبلغ 347 ألف يورو. تم التعاقد على هذا الرهن العقاري من قبل عمار صعيداني في 21 أكتوبر 2009، وهو قرض يتم سداده على 180 شهر. وتشير المستندات التي بحوزتنا إلى أنه من خلال سداد أجل استحقاق هذا القرض المصرفي، فإن الشركة العقارية المملوكة لعائلة أسي لوليفي التي تم إنشاؤها أيضا في أكتوبر 2009 تدفع شهريا إلى بنك كريدي دينور مبلغ 2579 يورو. لم يكتمل بعد سداد الرهان العقاري لأسرة صعيداني، ولا يزاد سداد الأقساط مستمرا حتى يومنا هذا. وفي الحقيقة التزم عمار صعيداني بسداد هذا الرهان بالكامل لمدة 15 عام،
ولديه فترة زمنية تمتد حتى 2024. ما زلنا نعلم بعد الاطلاع على الوثائق الرسمية التي بحوزتنا أنه تم تسجيل هذه الوثائق في محكمة نانتين التجارية في باريس في 5 أوت 2020. أخيرا تجدر الإشارة إلى أن العقار الذي استحوذ عليه عمار سعيداني وعائلته في نيو سيرسان في 13 نوفمبر 2009 تطلب دفعة أولية قدرها 665 ألف يورو، وتم دفع هذه الأموال جزئيا من الأموال الشخصية للرئيس السابق لجبهة التحرير الوطني.